أطلقت يوم أمس وزيرة المرأة التضامن الوطني والطفولة أطلقت فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التالية دورة 2017 والذي يصادف 8 من مارس لكل عام. كان ذلك بحضور وزيرة الصحة العامة قربتنا كارميل سوكات ورؤساء جمعيات المجتمع المدني. تقرير روضة صالح آدم. يصادف تاريخ 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به على المستويين المحلي والدولي، وهو احتفالية لإبراز قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لذا جاءت الانطلاقة الرسمية لافتتاح أعمال الأسبوع الوطني للمرأة التشادية تحت شعار احترام قانون المرأة والبنت لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وأن الاحتفال بالأسبوع الوطني جاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 186 والصادر في العام 2002. ومن أهداف الأسبوع الوطني دورة 2017 المساهمة الفاعلة للمرأة، خلق فرص العمل، محاربة الفقر، نبذ العنف بشتى صوره، وتمكين المرأة في تحرير سياساتها الاقتصادية. أما النتائج المتوقعة والمتمثلة في تدريب أكثر من 500 من المجموعات النسوية ودعمهم لإنتاج وصناعة المنتوجات المحلية، وتوجيه أصحاب القرار والزعماء الاجتماعيين في أهمية احترام حقوقهن المشروعة. وبهذه المناسبة قدمت وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني كادي إليزابيث رسالة تناولت فيها دور الفعال الذي تلعبه المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويجب على الجميع التعاون معا لأجل إحراز النجاحات المتعلقة بالأسبوع الوطني واليوم العالمي للمرأة. وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كارميل سوكات بدورها تحدثت عن الجوانب التي حققتها المرأة خلال الأعوام الماضية. على سبيل المثال للحصر كتبوئها لمناصب مرموقة في الدولة، زيارة نسبة تعليم الفتيات، إضافة إلى نموها الفكري والثقافي والإبداع الفني. المديرة النائبة للإنصاف الفني لدى وزارة المرأة أكدت على أن اليوم العالمي يعتبر منبرا حرا لمناقشة قضايا المرأة. فيه العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة والمعرض والمسيرة كلها في أيام الأسبوع ده، والنساء بتلاقى وبتبادل الأفكار لتحسين أوضاع المرأة. علما بأن اليوم العالمي للمرأة دورة 2017 سيقام بمدينة مسانية حاضرة إقليم شاري باقرمي.